كنت من الله باش نحن الوفاء وتعاون جميع الوفاءنا والشفاء العاجل لجميع الوفاءنا. الحفل درناه واحد الظروف احترازية تابع عون عدم حضور جميع كافة الأحزاب، كنا كنتمناو أنهم يكونوا حاضرين معنا، ولكن اللي لزم علينا هو أننا نخلقوا العدد جد قليل جدا، وما بغيناش ندخلوا في نفس الوقت على الجماهير ديالنا أن يقدموا لهم اللاعبين بصفة رسمية، ماشي هذا كاين هذا ما كاينش هذا غيكون اليوم هذا ما غيكونش، ولكن اليوم قدمنا لهم بصفة رسمية كل واحد تم الانتداب ديالو والتكاليفة وخدا لا ريسونس ديالو في الجامعة المغربية المغربية. واش قلت السي سعيد النتائج؟ والنتائج كتجينا مع العمل، كنتمناو ان الموسم القادم ان شاء الله هذا الجمهور الوداد حنا كنتمناو ان جميع اللاعبين لا اللي كانوا قدام ولا اللي جاوا جداد انهم يخدموا الاضافه ويعطيو واحد المنتوج ويعطيو صوره حقيقيه صوره واقعيه على العمل والجديه مع الطاقم الفني والدعم والمساندة للجماهير والعمل ديالنا ونحترموا الجماهير ديالنا ونعملوا من اجل شيء واحد وهو ان شاء الله نكونوا في المراتب الاولى ونكونوا في سول الخطاب سول الخطاب سول سول الخطاب. شكرا على الدعم والمساندة. شكرا لك سي سعيد. انا جسمي في زمن المغرب فريمون دي مروكان المغرب جاوبي وصار نظام البيت سبورتيف سيغرام البيت تاع البيت في لا اول شيء نفكر فيه هو صعب الجماهير نحن نفكر فيه نعطي شويه فرصه نعطي شويه باش الجماهير الرياضيه تقعد تفكر الجماهير صعيب جدا يعني فرصه باش تكون ان شاء الله ما فما كان خير ما كان صعب ان شاء الله كثير جميل ان شاء الله نحصل بالنسبه للاضافه يعني اللي غتكون ان شاء الله يعني نشوفوا الوداد في واحد الحله جديده غادي نشوفوا شحبه جديده قديمه لان الفرق هكا في هذا الحال ما فيش جميع في العالم بعد سنتين جات توقع نوع من التغييرات توقع نشوفوا جديده ثم الناس ثم لاعبين يروحوا ثم لاعبين يجوا سي كوم سا معناتها الفوتبول اللي في كوم سا دونك الجوار كي بار معناتها نشكرو بزاف على الاعمال مع الفور شنو تقول الجمهور؟ كبير كبير ما منظرش الجمهور الجمهور ديال الوداد نقولو كلمة واحدة جو زادو يعني العودة ديال الفريق الوداد البيضاوي يعني واحد الاحساس اللي جميل يعني فريق كبير يعني طرعت فيه خديت واحد الفترة ديال الإعارة الموسم الماضي هذا العام إن شاء الله جيت يعني بصفقة يعني صفقة رسمية الحمد لله كنبغي نشكر كاع الناس اللي وقفوا معايا ونشكر الجماهير اللي ساندتني الحمد لله إن شاء الله نقدموا واحد المستوى اللي يناسب جماهير فريق الوداد البيضاوي. كيف لقيتي الوداد في الحلة ديالو الجديدة؟ هو الوداد كما كيعرف الجميع فريق كبير يعني كيف ما خليتهم السنه اللي مضات كيف ما دابا يعني كيبقى فريق كبير الالقاب ديالو كانوا النتائج الاخيره ضئيله النتائج النتائج عادي في اي فريق ضروري كتكون نتائج مزيانه والنتائج ما مزياناش ان شاء الله نعوضوا هذا الموسم هذا تكون بشي نتائج مزيانه اللي ترضي جماهير فريق الوداد كلمة الجمهور جمهور الوداد الجمهور يعني راه جمهور كبير كيستاهل انه تكون معاه واحد النتائج كبيره ان شاء الله هذا العام هذا ندركوا على الاخطاء ديال العام اللي فات ونحققوا واحد الارقام ممكنه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.